بنات عاملين ايه النهارده؟ فيديو معلومه في دقيقه، والنهارده انا هعلمك ازاي تحطي برفيوم وتخليه يفضل معاكي اليوم كله حتى لو لاستنج باور بتاعته مش عاليه. اول حاجه انت محتاجه فازلين، تاخدي اي فازلين عندك اي نوع وتحطيه على الاماكن اللي انت بتحطي فيها البرفيوم. فمثلا انا بحط على ظهر ايدي من هنا، فهحط على ايدي هنا فازلين، وبعد كده هاخد البرفيوم وهرشه على الاماكن اللي انا حطيت فيها الفازلين، وهحط كمان ورا ودني. بس كده يا بنات، وبكده يبقى عندك البرفيوم بتاعك، مش محتاجة تاخديه معاكي في الشنطة ولا محتاجة تحطي منه تاني. جربيها وقولي لي نفعت معاكي ولا لا. اشوفكوا المرة الجاية، باي.